لم يركز كثيرا أو أقفل مسألة التدخل أو النشاط البشري في التغيرات المناخية. ربما أشار إلى ذلك ولكنه لم يركز بشكل كبير واعتبر بأن التغيرات المناخية هي تغيرات طبيعية. حكم أن المغرب يعني جاء موقعه هو محاصر في مساحة كبيرة بالمرتفع الأصوري الشمال يعني متمركز منطقة قريب من البرتغال، وكذلك بالمنخفض الموجود يعني في الجنوب الجنوب الشرقي. هذا لا يعفي على أن الإنسان له يد يعني طويلة في التغيرات المناخية. كذلك أن إذا سؤالي هو هل يمكن اعتبار أن التغيرات المناخية هي تغيير أو حتمية طبيعية ولا وجود للتدخل البشري فيها؟ يسمى أن يعني الصناعة وارتفاعات غاز ثاني أكسيد الكربون وثقب يعني تدهور طبقة الأوزون، لا نقول ثقب لأن هذا تعبير خاطئ، نقول تدهور طبقة الأوزون، ثم أن يعني إضافة بسيطة على أن الجانب العلمي هو يصطدم للأسف بالجانب السياسي، خصوصا أن مرت هناك بروتوكول كيوتو وكذلك ريو دي جانيرو سميتو، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منوث ومع ذلك هي ترفض التوقيع على هذه